السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا في أفضل الأحوال. هي من النباتات سريعة النمو اللي ممكن يصل ارتفاعها لعشرين متر تقريبا، ولكن ده بيكون في بيئتها الطبيعية، أما في البيوت فلا تتجاوز المترين فقط، ولأن تكوينها بيكون كثيف جدا جدا فهي بتصلح كنبات داخلي، وأيضا بتزرع في مداخل العمارات والبيوت. نبات الشوفليرة. بيضم نبات الشوفليرة أنواع كتيرة جدا جدا وعدة أصناف بتختلف حسب لون أوراقها، فمنها الشوفليرة الخضراء ودي بيكون لون أوراقها أخضر داكن، وكمان موجود منها نوع تاني الشوفليرة المبرقشة ودي أوراقها بتكون خضراء ومبرقشة باللون الأصفر. والشوفليرة بتنمو بشكل قائم بحيث ان ممكن يصل ارتفاعها لسقف الغرفة، وأوراقها مركبة ومروحية الشكل بيتراوح عدد وريقاتها من 7 وريقات ل16 وريقة. والعناية بنبات الشوفليرة بيكون بسيط جدا جدا، بيفترض ان درجة الحرارة اللي بتعيش فيها الشوفليرة لا تقل عن 13 درجة مئوية في الشتاء، وهو نبات محب للرطوبة ولذلك ينبغي رشه برذاذ المية بانتظام، ولازم يتم ريه بوفرة خاصة خلال فصل الصيف وكذلك فصلي الربيع والخريف، ولكن من الممكن أن نقلل الري خلال فصل الشتاء، ولابد من تزويد نبات الشوفليرة بالسماد السائل خلال فترة الصيف بانتظام على الأقل بيكون كل شهر مرة خلال فصل الصيف، وبنقلل التسميد أو بنمنعه خالص خلال فصل الشتاء. ويمكن تربية نبات الشوفليرة أو إجباره على أنه ينمو بشكل قائم، وده بيكون عن طريق وضع دعامة بجانب النبات داخل القصيص مع عدم تقليم أطرافه العلوية أبدا، فقط تقليم الأفرع الجانبية، وكمان ممكن نخليه ينمو بكثافة كبيرة جدا وده عن طريق تقليم أطرافه اللي بتكون في القمة النامية وما بنقلمش من الأفرع الجانبية. ولازم ولابد من تغيير الوعاء المزروع فيه الشوفليرة ده كل سنة مرة على الأقل لوعاء أكبر في الحجم خلال فصل الربيع، علشان ندي فرصة لجذور هذا النبات إنها تتحرك وتتمدد بشكل أكثر أريحية، وده بينعكس طبعا على زيادة نمو النبات بشكل ملحوظ. ونبات الشوفليرة محب للضوء الساطع لكن لا يجب تعريضه للشمس المباشرة، ولذلك هو بيعتبر نبات من النباتات النصف ظلية. أما عن طريقة إكسار نبات الشوفليرة فده بيكون عن طريق العقلة، بس إكسار نبات الشوفليرة بيكون فيه شيء من الصعوبة أو التحدي شوية. إكساره بيكون في الربيع طبعا حضرتك بتاخد عقلة من عقل الساقية طولها حوالي 10 سنتي، وبتشيل كل الأوراق من عليها وتسيب ورقة واحدة فقط، وبعد كده بتحطها في التربة وبتغطي القصيص ده بكيس بلاستيك شفاف وتحطها في مكان مظلل، وده علشان تحفظ الرطوبة والعقلة ما يحصل لهاش عملية جفاف. حضرتك ما بتنقلش الشتلة دي أبدا في القصيص إلا لما بتلاحظ خروج أوراق على هذه العقلة، وده لضمان نجاحها بشكل كبير. وصلنا كده لنهاية حلقة النهاردة، أتمنى تكون الحلقة عجبت حضراتكم، وياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. دمتم بود في رعاية الله.